وهذه تجربتي الثانية مع سفراء الجزيرة. أنا سعيدة جدا بتواجدي بينكم، أنا بعتبركم أهلي. حضرت دورة الإعلامية سلمى الجمل بعنوان أساسيات التقديم الإخباري التلفزيوني. لا شك دورة رائعة، دورة زاخرة بالمعلومات، دورة مفيدة جدا لطلبة الإعلام الفلسطينيين. كانت تجربة جدا مثرية وجدا ممتعة كمان، ما حسينا انه في جو يعني جو طلاب ومحاضر، بالعكس كان كلياته جو كانه يعني مجموعة اصدقاء عم نعلن نحكي في موضوع معين. كمان كانت اول مرة بنيجي على الجامعة الامريكية هون، جدا العمران تبع الجامعة رائع، يعني هذا اكثر شيء لفتنا في الجامعة.